طبعا الكوبايه اللي احنا هنعاير بيها المقادير لازم تكون كوبايه واحده. ارجوكوا هاتوا الكوبايات المعيار، والله رخيصه وموجوده في كل حته. هاتوا البلاستيك دي حلوه جدا ومكتوب عليها بقى كوبايه، نص كوبايه، ربع كوبايه، بتسهل عليكي اي حاجه عايزه تعمليها تطلع معاكي مظبوطه، بدل ما تستخدمي كوبايه الشاي بلبن ولا كوبايه القهوه مش عارفه ايه ويطلع فيه اختلاف في المقادير. تمام، فانا معايا كوبايه من الدقيق، الدقيق العادي خالص، يفضل يعني يكون يا اما مكتوب عليه جميع الاستخدامات او كحك وبسكوت او كيك، يعني ده هينفع قوي. كوبايه دقيق، ومحتاجين كوبايه الا ربع من السمنه، ومعانا كمان كوبايه الا ربع من دقيق السميد. يعني كوبايه دقيق، كوبايه الا ربع من السمنه، وكوبايه الا ربع من السميد، سميد البسبوسه. تمام، وهنحتاج كمان 3 كوبايات من جوز الهند المبشور، مبشور ناعم، بنفس الكوبايه اللي عايرنا بيها ايه الدقيق والسمنه وكله. 3 كوبايات جوز هند مبشور، ومعانا كوبايه من اللبن الحليب، ومعانا كوبايه من السكر الابيض، وتقريبا نص معلقه صغيره من البيكنج باودر بس كده، ورشه ملح بس كده، ولا اي حاجه تانية. هقول لكم التكنيك بتاعها، هي بسيطه خالص. معانا هنا كده بوله كبيره، وعايزه اول حاجه اعملها هحط الدقيق وهحط السميد، سميد البسبوسه، واديهم كده رشه ملح ونقلبهم، الدقيق العادي وسميد البسبوسه اهو كده، وهحط عليهم البيكنج باودر ونقلب كده، وهننزل عليهم بجوز الهند ونقلب كويس قوي، وبعد كده السكر، السكر الأبيض، ونقلب كده. سهله قوي، يعني انا حطيت كل المواد الجافه مع بعض وقلبتها كويس جدا. بعد كده بحط السمنه، سمنه تكون سايحه اهو، كوبايه الا ربع، ونقلب السمنه كده مع الكلام الحلو ده على قد ما نقدر كده، ايه، نخلي السمنه تتوغل كده، ونقلبها كويس قوي كده اهو. بصوا انا بحاول على قد ما اقدر اخلي ايه السمنه تنتشر في كل الخليط، واخر حاجه بحطها هو الزبادي، عايزه انزل قصدي اللبن اهو، اللبن الحليب، حطه كده بس، مش لازم يكون دافي ولا اي حاجه، زي ما هو كده من ايه درجه حراره الجو يعني. وبصوا انا ايه بعمل كده، عايزه الخليط كله يبقى كده ايه مع بعضه زي ما انتوا شايفين، ده قوامه اهو، ده القوام بتاعه، ومش هعجنها بقى كتير ولا حاجة. انا اول ما اقلب والاقي اللبن خلاص اختفى مع العجينة وكله بقى تمام، خلاص بجيب صينية، صينية فرن كده تكون ظريفة علشان نعمل فيها المقدار كده. طبعا الصينية تكون مدهونة، مدهونة سمنة او حتة زبدة مفيش مشكلة، ونحط بقى البسيمة اللذيذة دي كده على قد ما نقدر، نساوي شكلها كده، ونكون مسخنين الفرن درجة حرارة 180 عشان ندخل على طول البسيمة في الرف اللي في النص لمدة تقريبا 20 دقيقة، ممكن توصل معاك ال 25 دقيقة، يعني تابعيها. اول ما تبتدي تاخد لون من الحروف تبقى كده ايه، ولسه ما اخدتش لون حلو على الوش، يبقى افتحي لها الشواية بس حاجة خفيفة قوي.
بس كده. وطبعا بنبقى محضرين لها شربات، شربات عبارة عن كوباية من السكر عليها كوباية إلا ربع من المية، كوباية سكر كوباية إلا ربع من المية، ويكون الشربات عادي بدرجة حرارة الغرفة، والبسيمة الحلوة دي خارجة من الفرن تكون سخنة، ونقوم نسقيها على طول بالشربات كده. أنا بحاول كده إيه أوزع، بصوا بحاول أسويها وأظبط الأطراف وكده بس. ويا سلام بقى، هتاكلوا بسيمة ملهاش حد أول ما تخرج من الفرن وهي لسه سخنة، بيبقى الشربات جاهز، كوباية سكر كوباية إلا ربع من المية، بيغلوا على النار مع عصرة ليمونة وكيس فانيليا، أول ما بيربط معانا الخليط بنسيبه بقى كده يهدى ويبرد، يبقى درجة حرارته عادية، له سخن وله سائع، وتطلع البسيمة الظريفة دي. وإحنا هنا حاطين على الوش بتاعها لوز، لو تحبوا تحطوا أي مكسرات براحتكم خالص، بتطلع بعد كده وهي سخنة كده، نقوم نسقيها بالشربات، وهتلاقيها بقى بتبقلل كده وبتشرب في الشربات. وغطوها وسيبوها مثلا 5-6 دقايق، كلي بقى بسيمة عالمية خطيرة وسهلة جدا جدا وبالهنا والشفاء. الحلقة خلصت النهاردة، عملنا أول وصفة مع بعض الفولية، وبنفس التكنيك نقدر نعمل أي نوع مكسرات براحتنا خالص، السمسمية أو الفستقية أو البندقية، ونقدر نعمل بنفس الطريقة برضو اللذيذة، بتبقى حلوة جدا، جربوها سهلة بكميات بسيطة كده زي ما اتفقنا، عشان صحتنا وعشان سناننا. والوصفة التانية عملنا صينية البسيمة، وصفة ظريفة جدا وسهلة، ما فيهاش أبدا أي حاجة، تعملوها بسهولة وبتبقى طرية وخطيرة. كل سنة وانتم طيبين، وإن شاء الله الوصفات تعجبكم وتجربوها. شوفونا كل يوم الساعة 1:30 على قناة النهار. باي باي.